عليكم. رح نحكي شوي عن الهايفو كتقنية وكيف بيشتغل. الهايفو يعني هو الأمواج فوق الصوتية المركزة. بهالتقنية فينا ننشط ألياف الكولاجين على مستويات سطحية وعميقة، وبالنتيجة عم تعطينا شد واضح لمنطقة الرقبة والوجه في حال استخدمناها بهالمناطق. بالنسبة لمخاوف البيشنت من هالإجراء، ما في داعي للمخاوف مع التخدير قبل الجلسة. عم تكون الجلسة سهلة إلى حد ما للبيشنت، وهي بالمجمل قصيرة مانها طويلة. إن شاء الله التحسن بتبلش تحس فيه البيشنت بعد أسبوعين من الجلسة، على شكل تحدث في الفك أكثر، شد في الرقبة وشد في الوجه، وهي مستمرة في العمل الجلسي لمدة 6 شهور، يعني لا تحتاج البيشنت لتكرار الجلسة. ممكن فيما بعد إذا حبت تدعم النتيجة نكررها، بس بيكون بعد 6 شهور من الجلسة الأولى.